بس مش هترجع لحسام بالمستقبل. لا ألف ألف مبروك، اتمنى لك أحلى حياة في الدنيا وسعادة. رجل أعمال معروف ورافضة تقول اسمه، خرجها من الاكتئاب بعد انفصالها عن حسام حبيب، واتخطبوا بعد 6 شهور بس من طلاقها، وبيشتغل رجل أعمال وملوش علاقة بالفن، وهيكتبوا كتابهم قريب. جدل كبير أثارته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان خطوبتها رسميا، فقررت شيرين تعمل موفينج أون وتبدأ حياتها مع شخص جديد، كمان تنسى علاقتها مع حسام حبيب بعد كل اللي تعرضت ليه في علاقتها معاه، والاكتئاب اللي حصل لها، وكمان مشاكلها مع أهلها. فيا ترى مين هو عريس شيرين الجديد وهتتجوز امتى؟ البداية كانت مع إعلان شيرين خطوبتها النهاردة من رجل أعمال مهم، وده بعد 6 شهور بس من انفصالها عن حسام حبيب. فقالت شيرين في إعلانها: أنا بعيش أحلى قصة حب وهكون زينة العرايس. فالظاهر إن علاقة شيرين الجديدة خلتها تتحسن وتتخلص من حالة الاكتئاب اللي عندها بعد انفصالها عن حسام حبيب، ووقف جنبها كتير، وعشان كده قرروا إنهم يكونوا مع بعض. فاتخطبت لي شيرين، وكمان هيكتبوا الكتاب قريب. أما شيرين فبالرغم من إنها أعلنت خطوبتها بشكل رسمي، لكن رفضت تقول اسمه أو أي معلومات خاصة بيه، ولا حتى نشرت صورة ليهم من الخطوبة. فخطيب شيرين حابب إن علاقتهم الخاصة تكون بعيدة عن الإعلام والسوشيال ميديا، وتكون علاقتهم خاصة بيهم هم بس، خاصة بعد الانفصال اللي حصل بين حسام حبيب وبينها، والانتقادات والهجوم اللي اتوجهت لحسام حبيب، وفشل علاقتهم أكتر من مرة. فكل دي أسباب خلته يتمسك بإنه ما يعلنش عن شخصيته للجمهور. أما حسام حبيب وعكس ما كان الجمهور متوقع، فكان رد فعله غريب على خطوبة شيرين. فبالرغم من إنه كان دايما بيعبر عن حبه الكبير وتعلقه بيها حتى بعد الطلاق، لكنه كان سعيد إنها بدأت حياة جديدة مع إنسان بتحبه، وكمان بارك لها وبارك لخطيبها على الجواز. وقال حسام حبيب في كلامه: ألف 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 مبروك يا شيرين، بتمنى لك أحلى حياة في الدنيا، والحمد لله رب العالمين إنها سعيدة وأشوفها سعيدة على طول، ربنا يفرحها دايما. أنا علاقتي بيها ملهاش علاقة بموضوع الجواز والكلام ده، بالعكس أنا بتمنى إنها تكون أسعد واحدة في الدنيا ليها ولخطيبها. مش بس كده، كمان حسام حبيب وعدهم إنهم هيقدم لهم أغنية مخصوصة ليهم في ألبومه الجديد، واللي مفروض هيتم إصداره خلال الأيام اللي جاية. وقال: هعمل لهم أغنية مخصوص في ألبومي الجديد هدية ليهم، لأن خطيبها راجل محترم جدا وبحترمه جدا. الأغرب إن خطيب شيرين رد عليه ووصفه بإنه راجل نبيل، فالظاهر إن حسام وخطيب شيرين الجديد يعرفوا بعض كويس، خاصة إن حسام كان عارف الخبر من قبل ما حتى تعلن عنه وعارف مين هو، لكن لحد دلوقتي الجمهور ما يعرفش إزاي يعرفوا بعض ولا هو مين خطيب شيرين الجديد. كمان الأغرب في خطوبة شيرين إن خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعت خطوبة شيرين بقالها فترة، وأكدت إنها مش هترجع لحسام حبيب. فقالت في آخر توقعات ليها مع عمرو أديب عن علاقة شيرين وحسام حبيب: حبيبة قلبي شيرين هتستقر عاطفيا، هتعود شيرين اللي احنا بنعرفها أول ما ابتدت، شيرين عبد الوهاب هتتغير، وبالمستقبل لا مش هترجع لحسام حبيب. وفعلا شيرين حاليا بتحضر لكتب كتابها مع خطيبها الجديد، فيا ترى الصداقة بينها وبين حسام حبيب هتستمر، ولا العلاقة هتنقطع ما بينهم؟